عامر السلام عليكم. عليكم السلام. يعطيك العافيه، اول شيء الدخوليه كانت جدا رائعه. الله يعافيك. نشكرك باسمي باسم فريق بدون تحيز على الضيافه اللي قدمتها لنا في اليومين الماضيه. اعتقد هذا الامتياز بحد ذاته يفرق عن من سبقك بالامبراطوريات. وهذا العشم وهذا اللي نتوقعه فيك، ولكن الزين ما يكمل، خلينا نشوف المقطع. يلا هسلم ورنا. اجلس يا سام اجلس، انت وقفت بين ست، ترى انت ما شاء الله عليك ظهر غطيت 6000 كاميرا. كلنا جالسين، اقدر اروح اجلس الغرفه صح ولا لا؟ اقدر اروح اجلس غرفه الضيافه، بس انا طالع هنا مستكن. تعال اجلس. مستعطف. عامر سم يا حبيبي، وش رايك في الحركه هذه؟ اسامه مشى زعلان وتكررت هذا الشيء عندك. اسامه لسه زعلان؟ أسامة مشى من عندك زعلان، لا يجي أسامة، لا تجيني وتسلم على عامر وتحب على راسه، نقفل عشان نخلص مع عامر. لا عامر ليش وصلتوا لهالمرحلة؟ ليش وصلتوا لهالمرحلة؟ طيب قول لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. أول شيء أنا أدري إن بعضه جايبني وقايلها من باب طقطقة، وأسامة يوم مشى ماشي من باب طقطقة، يعني زعلت ورجع يضحك ويطقطق ويسولف، أنت قصيت اللقطة اللي تبيها، لا. هو رجع على طول بعدها يطقطق ويضحك ويسولف وأطقطق معه. أها واضح. قصيت الجزئية اللي تبيها انت، لا. اي لا واضح، انا علي من الشيء اللي شفته العالم يعني زعلانة ومتضايقة ان هذا الشيء منتشر عندكم. امس محمد سراج، وامس بعدين تشوف هذا محمد سراج بعد ما جاب نايف زعلان، فسووا نفس الحركة في نفس اليوم في جلستين ما بين بعض. وش رايك باللي صار؟ طيب ابو حزام من الشبح اللي نعول عليه، الشبح اليوم هو الامبراطور، يعني منير من الاشخاص اللي متميزين في البرنامج، لكن ممكن ترى تقدر يعني لا تقول لي انا اطقطق وانا ما اطقطق، تقدر تقول مثلا اسامه شوي خذ الصحن بس. ليش؟ واضح انت ظهرت وش كبره غطيت على الكاميرات. ما راح اقولها بكل بجاحه كذا، واضح انها طقطقه. لا مو بواضح انها طقطقه. لا واضح انها والله مو بواضح انها طقطقه. والله انا واضح اني اطقطق واضح. اسلم ابو حزام. والله يا عامر دخوليتها امس كانت زينه. اول شيء صبحك الله بالخير يا عامر. صبحك الله بالنور يا ابو حزام، يا مرحبا، ترحيب الحياه. يبدو احنا كل ما بغينا ماشي يا اخي تعيب. لكن دخوليته كانت امس فارقه. عامر بن منير الشبح فعلا على اسمه الشبح، ولبس التاج كايحاء للجمهور اني انا نجم الجمهور. التاج اللي صرح به سامي ما مدى يصرح الا التاج في راس الرجال، وهذه هذا ذكاء من عامر. كل هذه الامور نشجع عليها ونقول بيض الله وجهك على دخوليتك وسعتنا وسعت الجمهور. لكن المشهد اللي طلع قبل شوية عامر مو بزين، ولا كان يعني الواجب منك انك تقوله. مع العلم احنا امس تكلمنا على محمد سراج وقلنا اخطيت في حق زملائك، يتكرر المشهد، سواء المشهد كان طقطقة ولا كان صد ولا كان ما اكتمل المشهد، شكله طلع في الشاشة مو بزين. ويعني اللي المتضرر الثاني ما هو بيستاهل، أسامة ما هو بيستاهل. أسامة ذرب ومؤدب ومحترم ورجل يعني ونجم أيضا. نعم نجم لا شك في ذلك، لكن ما يستاهل، حتى ما تقدر تقطع على أسامة. أسامة ولا غيره يا أخي، منظر مو حلو عليك يعني. أخي لمح له، ما يخالف. لو كبير غطيت عشان لو كان من الحي يحييك ممكن قلنا استعب، ولكن أسامة لا يا الربع. أسامة يعني ما تملك إنك تقطع عليه. انت تقولها طقطقه يا عامر بن منير، ها الله، وتقول انها مزح. الله احنا بنقول مصدق، ما عندنا مشكله، ها احنا ما نكذب الرجال في وجهها. انت تقول انها طقطقه وانا مزح، لكن للاسف عندي خبر ان اسامه مستاء جدا من الحركه ذي وزعلان، وحتى الان ما ظهر في البث علشان الحركه حقه. حتى عامر بن منير وش مصادرك يا ابو حزام؟ وش مصادرك؟ الاعداد غير المصادر الموجوده. اسمع ازعدي، الاعداد اللي موجود هنا ما معلش مع احترامي شديد ما يدرون وين الله حاط. تفضل الاعلامي. اسمح لي. تفضل. الاعلام اول شيء الاعلام المحنك لا يصرح بمصادره يا عامر بنير، هذه معلومه يعني مجانيه. لا انت لا يعني دي انت كذا تغلط على سالم حزام، هو صرح بمصادره. تدري ليش؟ لان انا اعلم. تسمح لي بس؟ لانه يحبك يا الحب الاكثر. لا ازيدك من الشعر بيت، لان سالم بن حزام اذكى مني واذكى منك، والمصدر حقه ما كان الاعداد، ها، ولكن هذا مصدر وهمي عشان تصدق. تمام. اي رقعد. طيب رقم اثنين يا حبيبي، ها هسلم. خلونا نقول ان الامبراطوريات فعليا بدت من فلاح بن فراج.
صحيح. ما قبلها ما في اي مباراه فعليه. الشباب اللي قبله كلهم. طب انا ما قلت اثن عليه، عندكم الريالتي تقدر تثن. لا لازم اثن عليه. لا اثن عليه الان انا اكلم عامر منير عن البناي ما طيب. خلوني اتفق مع عامر منير في 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 دخوليته جميله جدا، اتوقع بيكون اسبوع مختلف، لكن المشهد اللي احنا شفناه يعني كل من طلع في الكافي شروم وجبنا له لقطه مع احد زملائه قال انا اطقطق. السؤال يا عامر منير، لو قلت لك انا يا عامر على سبيل المثال ها اقلب وجهك كذا وطلعت انت ومشيت ابتسمت ومشيت وانا قلتها وانا صادق ما سمعتك قلت مثلا اقلب وجهك كذا وانا مكشر وطلعت انت وابتسمت ومشيت ما زعلت، هل يحق لي ان اقول اللفظ هذا؟ طيب قلها الله، انا الكلمه الاولى ما سمعتها. لو انت قلت لي يا عادل يا عادل اقلب وجهك قمت انا ابتسمت في وجهك ومشيت كاني ما زعلت، هل يحق لك ان تقول الكلمه هذه ولا لا؟ لا في فرق، انا مو معك يا عادل ولا لا، فرق الميانه يعني كل ما زادت الميانه فرق الميانه اي كل ما زاد. انا اسامه من الاشخاص القريبين العامر من ايام التصفيات يعني اللي بيني وبينه. لا 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 انا بمشي معك ابين لك يا عادل. لو يقول هل اسامه ولا اقول لا اسمع لا تعطيني اشعارات من نايف انت ما تسمع يا اخي. دقيقه اخويك تكلم اصبر يعني بيجيك الدور. لا لا عادي بيجيك الدور. طيب اصبر عادي بنجيك اصبر عادي علي اذا تكلم انا ابغى. لا تحترمني احترم خويك احترم خويك دقيقه بس ما تحدد لا تخليني ابغى اقفل عليكم شروم ابغى اقفل عليك. طيب انت قاطعت خويي ابغى اقفل عليه يا بابا. خلاص طيب اصبر قفل علي يا بابا. خلاص خليه يقفل يعرف ان الله حق قال اتكلم. لا نعرف مساله انه كل ما جاء من هب ودب نقفل عليك. كل ما جاء من هب ودب والله ناس خشم فلان يا اخي لا تحترم رايه. يا اخي احترم راي ابوه وامه ورا والد ووالده واخوان واخوات يا اخي احترمهم. نقول ناقد مقدم ممكن يوم من الايام يصير بينهم تتش او شيء معين يصير خلاف ويعتذر اصوات ويخلص امور، لكن هذا زميلك في برنامج معك انت، هذا اخوك صغير اعتبره عمره 20 22 23 سنه احترمه يا اخي قدر عبره. كل ما جام في ذا البرنامج اقسم بالله اول برنامج شوف يعني قوه الوجه في المتسابقين يا اخي مو طبيعي. كل ما جاء واحد في الجلسه قم 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 تدري ليش؟ لان الزحيف تجمع مع بعض. ولا لو في قطبين في البرنامج اقسم بالله العظيم ما حيسوي كذا. لو في قطبين زي ما في برامج ماضيه فلان وفلان كذا متنافرين عن بعض والله ما حد يقوى على الثاني. لان لو قال كذا الفلان اكله واكل وجهه. لكن ذكرت مع بعض والبقية يعني وش يسوي؟ طيب ما يقدر ما يسمعون البقية البقية صغار سن ويخاف ويستحي يحترمه يقدر كبير سن يعني زي ما تقول مشاغب آخر الفصل ما ودي أتكلم عليه. تفضل أول شيء يعني علي إذا قاطعني أنا احتراما له أسكت وهذا الشيء ما نحصل عند المتسابقين. رقم اثنين عامر بن منير أنا أرجع أقول ليش أنا سألته قضية إنك تمون على زميلك وتعطيه مفردات حادة وتطلع شكله بشكل بايخ قدام الشاشة وقدام أهله وقدام محبينه هذا ما يخول لك بحجة الميانة. بالعكس أنا أعتقد إنه كلمة أمون عليه هذه أصبحت شماعة من لا شماعة له عشان يتجاوز حدوده على زميله. رقم ثلاثة السؤال اللي أنا أتحدى عامر بن منير يجاوب عليه. تتحدى مع جروبه؟ لا أتكلم عن عامر بن منير. أسلم. لو كان بدال أسامة. لو كان بدال أسامة وليد البحيح هل يقدر يقول الكلام هذا؟ لا مني أنا أقول لك لا. لو وليد البحيح ليس على وفاق معه مش على وفاق زميلي ولا راح يقول له إيه لو كان على غير وفاق معه والله ما يقدر يقولها وأنا أحلف هنا لو كان على غير وفاق يعني ما هو يعني صحبية في البرنامج يعني بينهم وقفة نفس والله ما يقولها بس معليش على عيون راسي يا شباب. طيب يا اخي كلكم يا شباب عشتوا برامج طيب واقع طيب. انت يا عادل وانت يا محمد اتحداكم في برامجكم واحد منكم قد قال كذا والله ما حد يقول. طيب ليش 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 المتسابقين اللي يغلط يعتمد انه يذبها في بطن خويه يقول انا امون عليه عشان خويه يسكت يقول لا صح يبلعها يمون علي يمون علي بتطلعون والله انتم تندمون على ذا الحركات اللي انتم قاعدين تسوونها. لو الرجال ذا جايك في بيتك ولا في مقعدك ما قلت امون ولا امزح معه ولا لو ان احد غير أسامة مو ضعف ترى في أسامة أسامة مؤدب أسامة يقدر يرد مؤدب. لكن أنا أتكلم عن هذا الشيء اللي بينكم يا جماعة حتى لو كنت تمزح عيب مو حلوة. قبلكم محمد سراج ثم عامر يعني عامر أنت كويس أمورك زينة ليش ليش تتجن ذا الدرب اللي أنت في غنى عنه وكل المتسابقين لا لا ها؟ والله ما أدري نفس الجواب الواتساب منصور عامر خلونا عاد شوي نركد وناخذ الموضوع بـ 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 يعني منظور ثاني والله العظيم تعال بزاوية ثانية يلا كم مقطع وكم شيء طلع العامر وبلعها
أسامة أنا أشك فعلا وقريب من رأي أخونا عامر أخونا عامر إن إن علي إن استغفر الله بابا بابا رجع رجع عامر تبغون عامر رجعوه لا خلاص باع باع القضية لا لا خلاص بنخت منه ما قاعدين كل يوم لين ثنتين ما كان يقصد كان يمدح في ذي بس في متسابقين ثانيين طيب يا اخوي انا قلت لك مره تحت الهواء ثاني مره تحت الهواء انت تجيني تبيني اقول لك السالفه دي هذا الموضوع انا قلت هذا الموضوع مالي دخل متسابقين ثانيين لا والله انا حقيقه يا اخي يا اخي انا اكلمك انا محمد ريت تخيل يا الربع احنا نسولف عامر يسولف مع محمد ناصر وجالس فلاح وجالس كم واحد نسولف الحين طيب المهم طلعنا شو اسمه يطلع لي يطلع لي يجينا عادل منشد في نص السالفه احنا ها يا سلامي عليكم يا سعودي ما بيصرحتكم من قالك تنشد قناة أنت لا يا أخي وراك هناك رح وراك هناك رح لوكيشن ثاني تجيني أنت بيني أقولك يا ولد اسكت وتجيني تعطيني ذي طبعا ما أقصد هنا أسامة لأن هالمرة الأولى أسامة أسامة دخلنا عليها مجلس 40 دقيقة يجهز له ونعامر المرة الأولى بس المتسابقين الثانيين نقصدهم والله العظيم يا ربع تخيل وانت جالس تسولف علي شفت الهلال أمس كيف قدم مستويه ولد الهلال ويجيك طال عمرك البارحة يوم الليالي مع الليل اسمع اسمع عامر شباب عامر معنا عامر عامر عطني عامر طيب عامر انت تقول انت قبل شوي تقول دقيقه شوي دقيقه شوي قبل شوي انت تقول اني انا امون على على اسامه ودي تشوف هذا المقطع وانت تقيم بينك خل المقطع خل المقطع لا 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 ما لا تامر لا 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 ولا تامرني لا تاخذني ولا تامرني لحظه لحظه ولا تامرني ما تقفل انت عامر عامر انت ما تامرني هنا المقطع لحالك خلاص يعطيك العافيه شكرا لك كويس لخصت علينا الوقت وخليتنا نطلع بدري لا لا في النهايه لا 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 ما احتاج ما احتاج ما احتاج ما احتاج لا 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 ما احتاج نقطه ثانيه على عامر ما احتاج نقطه ثانيه على عامر ما احتاج ابي المقطع الثاني انا ضروري ما احتاج لا لا ما راح يطلع لا لا ما راح يطلع اللي رجعت له ابي بضاعته اللي رجعت له المقطع الثاني اللي موجود لا اي في مقطع ثاني شوف اي خلاص بس لا تقول لي لا 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 خلاص خلاص اخويا الثاني ومدري وشو انا في المقطع حق الثاني عشان اخويا يشوفون يلا عطنا المقطع الثاني حق عامر كيف طيب يدخل في النهايه بكيفه يلا تعال يا ورا رجل تبي وين تعال صفوا يا ورا انا ما قاعد اشهدكم تعالوا يا ورا ده سولف جالسين يا عيال حمد نايف اسامه خلاص يا ولد قوموا صفوا قم يا اسامه والله نافع ماني قم والله نافع علي مجنون قم والله نافع ماني بس يلا قم تعال سيف تعال خلاص امشي تعالوا يا عيال تعال يا عبد الله انتم معاد ذوي صفوا صفوا صف واحد صف واحد والباقي دقيقة يا شجرة البن قم قم وقف صف صف واحد حلو شفت يعني للأسف كنت أتمنى أنك كنت موجود لكن أنت أنت أنتوا مشكلتكم تبون تأخذون اللحظة قومتك حلو شكرا أهنيك بدون تحيز وأبشرك تويتر متعطل يعني اللقطة طلعت عليك بخسارة هذا الشيء الأول الشيء الثاني أخوياك كلهم أنت جالس تتطلبهم أنهم يقومون ولا أحد منهم قام وجالس الطقطق على بعض اخوياك هذا وش معناته معناته انكم ما تمنون على بعض وان الكلام اللي قلته غير صحيح ومحمد ناصر كان معك وهقوتي عشان وجه محمد ناصر قام وقالوا يلا بس يلا بنلعب الشك والله حاولوا في انفسكم اصلحوا فيما بينكم ولو كان ما يهمك الكوفيش الروم ما شفناك واقف عند الباب تشوف المقطع تفضل ابو منصور المقطع اللي طلبته عشانك بس اي لا لا في النهايه عامر يحرم نفسه من حق الرد عامر حرفيا يحرم نفسه من حق الرد هذه من الضيعات هذه ضيعات واجد وهذه واحده منها عامر الان بنتكلم على راحتنا بدون ما تقدر من اللي قد سواها احد الله يعطيك العافيه من اللي قد سواها احد قام في الشروم هذه طيب في احد قد سواها في البرامج اللي قبل فاسبها اي واضح انك ماخذ المنهج المطور للبرنامج الجاي لا يكون سامي سرب لك عامر بضاعته ردت اليه جروب 3-1 ما سره راح فيها اخوي عامر مثل ما تسوي ترى فلاح ابن فراج بيسوي فلاح متكي طال عمرك ويناظر قوموا قوموا ما قام فلاح اخف من الريشه في البرنامج صح يا حبيبي سعد الحمامه يمشي مع الحمامه يعطيها مويه يروح يركض هناك عند الشجر يسقي الزرع رجل خفيف نفس ما عنده كسل وش معناته اللي صار مرسم داق الترسيمه من اول الظهر لين واحده بالليل لو تقول له فلا قام ابشر هنا
الرجال يصيح يحرج ما لقى الا محمد ناصر. هذه بضاعتك طال عمرك يا ابو منير. يوم انك طال عمرك ما انت بتتفاعل مع اخوياك تقوم طال عمرك تبي تجلس مع وليد مع محمد ناصر والباقيين معطيهم اشكال. يوم جيز الحين تبيهم ما هو بجايينك. اجلس لحالك في مبادرتك ذي العصر اللي ما حد قام لها. هذا الفلاح والله فلاح جالس كذا كان يقول قومني صدق. عطى وضعيه الموميا يا الربع قوموا قوموا. محمد بن ناصر حاول يتدارك الموقف جاء عند الرجال قال اسمع قل لهم السالفه عشان يقوموا. اجل مبلح اجل مبلح قل جزاه والله العظيم اخوياك اللي يدرون يدرون ان البث موجود قالوا اسمع دام الكاميرات موجوده البث علينا ترانا جالسين طلب فينا تزعل ازعل يعني قال والله صدق محمد ناصر جاء حرفيا قال له يا حبيبي يا اشرح السالفه عشان يتحمسون يقومون. الله واضح ان عامر ما يقدر يقنع. طيب وين وين نايف؟ قال نايف ما ادري وين بخلي بعدين. وليد وين؟ قال يا حبيبي وليد رايح بالشاص ماخذ شاص حسين رايح يكتب نصيحه يا ولد وين الجروب؟ طيب سالم حسام يقدر يجي؟ قال لا طيب اي احد لو يعني لو العيال معه سوى المبادره معهم يا حبيبي انا بيك ترجع مثلا شو اسمه هذه امبراطوريه فلاح امبراطوريه فلاح لعبوا غيرك حتى احنا جينا حتى احنا تبعنا معه قال تعالوا قلنا ابشر كل الناس حتى العمال يا رجل يتفاعلون معه حتى الجمهور في ناس من الجمهور حضروا القريه قالوا في مبادرة وجو حتى الجن حتى الشجر حتى الشجر طلع الجوالات اللي مزبرينها قال عشان الامبراطور يعني يوم شغلوا شيلة فلاح الشجر يقول كذا يلعب في القرية عشان يتفاعل لأن فلاح كذا لأن فلاح عشان بس ناخذ بشكل سريع ما راح يكون فيه اليوم سحب على 600 نقطة. محمد منصور قال بضاعتكم ردت إليكم. تعليقك بشكل سريع أبو حزام. سبحان الله إذا قلنا برنامج واقعي الربع هذه من واقع الحياة. وانت كنت متحابي مع الشبح في البداية والله كأنك يا أسامة يعني شكلكم ما تدرون عن المقطع الثاني. لا والله ما والله ما أدري به. حلو يوم والله ما دريت به والله والله ما دريت به والله ما دريت به أصلا حتى وش فيك قبل الحلال أوقعت يا شيخ حطني في زاوية علي الحرام حجرني حجرة ما له داعي. والله يا أبو منصور يقول كان كلمت سالم حزام لو معلمني فزعت والله والله العظيم والله يا اخي في النهايه من مد لك ذراع له لا ندري شوف الناس سبحان الله هذا برنامج واقعي يعني عينه عشوائيه من المجتمع تخيل مجتمع يعزمونك الرجال كل مره ها صح. ولا تجيهم في مناسباتهم وتجي عندك مناسبه وتبي تعزمهم تقابل ذبيحتك ما حد يقوم ما حد يجيك حتى لو كنت اطيب خلق الله حتى لو كنت في كفو ولو كنت فلان ابن فلان الناس كذا ترى عينه عشوائيه منهم. اذا انت انزويت مع جروبك مع ابو ناصر ومع العقيد ومع نايف وتفكر ان هذول لا عندك 20 واحد صارت رده فعلهم قويه عليكم كلهم والدليل وضحت فلاح ترى هذه رساله يرسلها ولا فلاح ترى ماخذ يعني قسمه بذراعه ما عنده خلاف ولا حد وكلهم يحترمونه بس رده فعل بالنيابه عن زملائه بالنيابه عن زملائه احنا كنا نعرفها من اول من اول كان يصير فيها عرضات ولعب ولعب يعني حربيات نسميها ومحاوره اذا جات الصفوف تقوم اذا جات الصفوف ما يقومون معك الا انت واحد رايح له وقايم معه في صفه والله ولا قسم بالله انت تقعد الحاكم قابل مقفول ما حد يجيك لو انك فلان ابن فلان ابن فلان ولو انك كاش ولو انك تاجر احيان منك الناس الناس سبحان الله لذلك انا اقول هذا برنامج واقعي صدق عينة عشوائية من المجتمع أعيدوا إصلاح العلاقات فيما بينكم ولا والله أن الخلة بتبين والوضع بيصير سيء جدا وقرب ثلاثة واحد والله تكملونها برا المنتجع برا الحوش شوف شبتكم وجلستكم ورا الجدار شبوا هناك وجلسوا ما حد مخرب عليكم عودوا ربعكم وعودوا لزملائكم واعتذروا لهم ترى هم صاق الحصن ما في شيء ترى الربع ما في شيء إيه لا صادق يعني أتدروا. يعني اليوم انت خذلت من الشبح انا خذلت من الشبح اليوم تدري اول مره تفك غلو وقلت كانك مختنق ما عرفت والله ما دريت والله ابو حزام انت جدا مستاء انت جدا مستاء اقسم بالله اني مستاء اليوم ومخذول اليوم من الشبح انا نادم اني سميتك الشبح انا نادم اني في فتره من الفترات كنت معجب بالشبح الشبح الان انت ما عادك بشبح حتى اليوم انت لابس اسود عشانه والله اليوم اني متضامن معه لكن للاسف عامر ترى كشخصية
مقبول بس صحيح. مشكلتك انك انزويت مع جروب اظهر يا مال الشحم صحيح تفضل علي تدري شو المشكله ها المشكله ارجع مقاطع عامر ارجع مقاطع مثلا وليد ارجع مقاطع محمد ناصر مع بعض مع بعض اوكي يا شباب يا اخي ما احنا في ثانويه يا عيال اي والله ما احنا صغار نظام هذا صديق فصل يحل الواجب معي وانا احل الواجب معه نروح مع بعض خلاص يا برنامج عيش مع اخوياك وش المنغلق اللي انتم منغلقين مع بعض تدري شو المشكله والله لو يطلع واحد منهم قسم بالله اللي يهمون في القريه ما عاد يعرفون يسوون بعض يطلعون في السماء يحسبون الكاميرات فوق والله يحسبون درون ما بيضيعون الجروب الوحيد اللي هو اكبر ناس في البرنامج ترى بيضيعون لو طلع واحد منهم تخيل نايف ما رجع لو نايف منضم حديثا شفنا الفتور في يومين شفنا كان واضح تندم انه رجع يا ابن الحلال نايف منضم حديثا وطلع ورجع علي بس من غير ما اليوم الموقف اللي صار اليوم بس اثنين منهم نايمين واثنين حاضرين يقول تكفون في وجهي محمد راسه في وجهي بس قوموا تكفون عشان الرجال خذونا نمشي الدنيا هذه مصيبه مو اذا طلع وهم موجودين الشباب اليوم وشو استغلوا فرصه الجروب متفكك موجود في اثنين نستغل ما احنا قايمين فهمت كذا جالسين دق مسمار في الكرسي والله ما اقوم قال البث هنا صح فعاليه كذا يلا انا جالس يلا انا في رباط صليبي فهمت ما قام يلعبوها صح لا تركيز وهذا بعد الله يلعن ابليس كاني نسيت من هو؟ لا تدري وين عشان تدري ان الجروب ذا حق ليل يعني غير الليل بس موجودين دخوليه بجنحات غير دخوليه لا تطلب تجيب لي عصريه تجيب لي بغربيه احنا نايمين احنا بصوبك وقاعد بالحاله وصلنا نهاية حلقة اليوم في بدون تحيز يعطيكم العافية راح يتأجل السحب إلى بكرة في تعطل عندنا في تويتر ولكن دائما وأبدا نذكركم أكيد بوقف الصدقة الجارية في البلد الحرام